إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. هذا كتاب الله فالزم هديه، طوبى لعبد داوم الترتيلا. النور زينه وذاك لوحيه، ما عاد يبغي دونه تحويلا، ما عاد يبغي دونه تحويلا. ولما قسى قلبي وجفت أدمعي وظننت أن الحزن فيه ضئيلا، وبقيت أسعى للحياة مكابدا، وجفوت قولا محكم التنزيلا. حب الوطن شيء فطري بالإنسان وواجب شرعي. أنا ليش أقول واجب شرعي؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أحب وطنه مكة، وعندما خرج منها أنزل الله عليه آية توعده وتبشره بأنه سيرجع إليها منتصرا عزيزا. في الحلقة إن شاء الله راح نتعرف على هذه الآية الكريمة، فاستمعوا له وأنصتوا. سبحان الله، حب الوطن من الأمور الفطرية، ما في اثنين يختلفون على حب الوطن. قد نجد بعض الناس مغتربين سواء للدراسة أو السفر أو العلاج أو مثلا مهاجرين من ديارهم لأي سبب كان، ولكن إذا يا طاري بلدهم أو موطنهم سبحان الله قد تدمع عينه، قد يتذكر، قد يتضايج، لأن مهما كان، مهما قعدت خارج ديرتك وخارج بلادك سبحان الله يكون الحنين والشوق للوطن كبير، لأن خروجك من وطنك أو بلدك أو منشئك سبحان الله كنزعة الروح من الجسد. وهذا الشيء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لما نزلت عليه الرسالة ذهب إلى خديجة وكان مرتعد، فقال لها دثروني زملوني، القصة معروفة. فذهبت به إلى ورقة بن نوفل، خالها ورقة بن نوفل، وكان هو من عباد الديانة المسيحية، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة اللي صارت له. فقال له ورقة: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب: مكة هذه ديرتي، حياتي هني، ترعرعت فيها وقعدت فيها ونشأت فيها، أبائي وأجدادي وأصدقائي و ربعي كلهم موجودين فيها. فقال له النبي: أو مخرجية هم؟ قال: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم تضايق، شلون راح سيخرج من بلده ومن قومه ومن ديرته اللي حبها وترعرع فيها، وهي أطيب وأفضل البلاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ها
هذه الآية الكريمة هي وعد من الله سبحانه وتعالى بأنك إذا خرجت من مكة الله سبحانه وتعالى راح يرجعك لها منتصرا عزيزا. وهذا الذي حدث، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. كتاب الله فالزم هديه، طوبى لعبد داوم الترتيلا. النور زينه وذاك لوحيه. جاءت هذه الآية مسلية لقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسبب في ذلك أنه لما خرج من مكة مهاجرا إلى الله وفي سبيل الله حزن حزنا شديدا عندما وصل إلى منطقة الجحفة، وهذه منطقة الجحفة هي أقرب من المدينة إلى مكة، فتذكر مكة وتذكر مولده وتذكر نشأته وتذكر أنه هاجر من أجل إعلاء كلمة الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى أنزل جبريل مسليا له ومفرجا عن كربته والأزمة اللي فيها، فقال يا محمد، هذا جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتشتاق لبلدك وموطنك ومكان الولادة؟ فقال: نعم يا جبريل، أشتاق لهذه الأماكن، لمكة التي ولدت فيها، لمكة التي ترعرعت فيها، لمكة التي نشأت وجاء شبابي فيها. فقال: إن الله يقول: إن الذي فرض عليك القرآن، أي إن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا القرآن وأمرك أن تؤمن به وأن تقيم فرائضه وتقيم أوامره، والذي أمرك أن تبلغ هذا القرآن لغيرك من الناس، سوف يرجعك يوما من الأيام إلى مكة، ولكن يرجعك ناصرا ومنتصرا. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أيما فرح، وكان ينتظر أن يعود إلى هذا الوطن بفارغ الصبر وفارغ الشوق. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. الوطن هو أغلى ما يملك الإنسان بعد دينه، وما من شخص إلا ويحب وطنه والمكان الذي ولد وتربى فيه. وحب الوطن من الأمور الفطرية التي جبل الإنسان عليها، فليس غريباً أن يشعر الإنسان بالحنين لوطنه عندما يغادره إلى مكان آخر. وحب الوطن يكون أيضاً ببذل المال وإنفاقه في مشروعات لبناء الدولة وتشغيل شبابها. حب الوطن لا يقدر بثمن، أي ثمن قد تدفعه سبحان الله ما راح يقدر هذا الحب للوطن. في قصة يعني هي مضحكة بس يعني سبحان الله معبرة. أحد الأطفال سأل جدة كان عنده مثل صندوق احنا نسميه مبيت، فقال له: شنو في هذا المبيت وشنو في هذا الصندوق أو شنو في هذا التجوري؟ فقال: هذا الشيء فيه شغلة داخله ما تقدر بثمن. فالولد حب يعرف شنو هذا الشيء اللي لا يقدر بثمن موجود داخل هذا الصندوق. صار يوم يومين ثلاثة، الولد هذا عنده حب فضول إلا يبي يعرف شنو داخل هالصندوق. سبحان الله بطل هالصندوق لقى فيه كتاب خاص حق يده ولقى فيه تراب. فالولد راح حق اليد وقال له: يدي ترى باقوا الثمن أو الشيء اللي أنت كنت حاطه بهالصندوق. ما فهم عليه اليد، فيوم راح لقى الوضع مثل ما هو عليه، لقى كتاب ولقى تراب. فقال له: يا ولدي
هذا تراب ديرتي أنا محتفظ فيه، وهذا الكتاب أنا أحب أني أنا أقرأ. فسبحان الله، يعني هذه قصة تبين لك أن شلون الإنسان مهما اقترب عن ديرته، ومهما اقترب عن بلاده، ومهما اقترب عن موطنه وأهله أو ناسه، من يتذكر حنين الوطن أو من يتذكر شيء سبحان الله يتأثر أو يصير في نفسه شيء. طابت حياة القارئين لذكره، كم ضل فيهم هاديا ودليلا، قول أتانا من سماء محكم لا يقبل التحريف لا التبديل. سبحان الله، أيام الدراسة يوم كنت أدرس في مكة جلست 4 سنوات، مع أن يعني ما شاء الله مكة ما يحتاج، من أفضل بقاع الأرض. حتى يوم خرجت منها رديت أنا الكويت، سبحان الله يعني كنت أبكي وكنت متأثر جدا جدا، لأني جلست فيها أفضل أيام عمري. بس مهما كان ردتك حق ديرتك وحق أهلك وحق ناسك لها شعور غريب، حتى استقبال الناس لك وحتى استقبال أهلك لك شيء ثاني، لأن أنت رديت من بعد غربة، من بعد دراسة، من بعد غيبة طويلة. والله سبحانه وتعالى قد يكتب لك بعض الأمور أو يهيئ لك بعض الأسباب التي قد تعينك للرجوع إلى بلدك، أو حتى لو الاستقرار خارج بلدك. في ناس وايد منهم تصير لهم ظروف تجبرهم أنهم يتركون موطنهم وديرتهم وهلهم، بس مهما كان مرد الإنسان المغترب إلى وطنه. فكل من له وطن يحمد الله سبحانه وتعالى عليه، كل من له وطن يعيش فيه لا بد أن يكون له انتماء لهذا الوطن وحب لهذا الوطن. ولهذا من مقاصد الشريعة الإسلامية أن الإنسان يحافظ على وطنه، يحافظ على لحمته من خلال حب وطنه، فلا يأتي بما يفسد الوطن، ولا يأتي بما يضر هذا الشعب وما يضر هذا الوطن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عطاه أرضاً يعيش عليها، عطاه أرضاً ينتمي إليها. فكم من شخص فقد هذه الأرض، وكم من شخص يتمنى أن يعود لهذا الوطن. فدعوتي لكل من له وطن أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويعزز مفهوم الوطنية لديه، فإنها من مقاصد الإسلام. من الأمور اللي تعيننا على حب الوطن، وترى يا جماعة حب الوطن لا أجر، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب وطنه وكان يحث الصحابة على هذا الأمر وهذا الشيء. من الأمور اللي تعيننا على حب الوطن أن الإنسان يبذل الغالي والنفيس لرفعة وطنه ومنزلة وطنه بين الناس وبين الدول وبين العالم كله. الإنسان لما يروح يدرس برا ويرجع، هذا في خير لوطنه ولأهله ولناسه. الإنسان لما يشتغل ويجتهد في عمله ويصب جام جهده وشغله كله لرفعة بلده، هذا في أجر. الإنسان لما يسعى لكتابة البحوث وتكملة الدراسات، هذا في أيضا رفعة لوطنه وبلده والأهله وناسه. وهذا مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه التنزيل: وتعاونوا على البر والتقوى. هذه الآيات كلها قد تمثل حب الوطن إذا الناس تساعدوا وتكاتفوا في رفعة دينهم أول شيء، وبلدهم وموطنهم وأهليهم. أسأل مولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح لرفعة أوطاننا، وأن يبارك في أوطاننا، وأن يجعلنا أمة سباقة للخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب
اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ولما قسى قلبي وجفت أدمعي وظننت أن الحزن فيه ضئيلا وبقيت أسعى للحياة مكابدا وجفوت قولا محكم التنزيلا طابت حياة القارئين لذكره كم ضل فيهم هاديا ودليلا قول أتانا من سماء محكم لا يقبل التحريف لا التبديل قد جاءكم فلتنصتوا لحديثه وهو الذي نلقي عليك ثقيلا